عير لو قدولة مش كبيرة هلا العير حقتنا. احنا العلوة والعرب. انا كنت صغيرة كان ابوي يصنع واني بنت 7 سنين كان يديني الفضة سير بيحة بالسوق. شبنا السوق كلهم يعرفوني لما خالي اخو امي كان امير الصندوق سراوسر امير الصندوق. قالوا اليهودي هو يعني نعمان يهودي كل المفاتيح حق الخزين بيده. شبنا كنت تطلع لبيت العامل والشيخ العسكر بيسولي كذا وانا بطلع بطلع اشتري لابوي سكر واشتري زي من دماني يلدا كخب بكحيت. يوم منا قال ابوي ان يصير فيه نسوان معهن يمشي الكيف كل النسوان سوان المشايخة والشيخ والعامل كل يوم ودي التمارين التمر والزبيب والعود الند وكل هذا. والله دخلت قال انا ايش جبتي نايم يا يهودية؟ قلت والله جبت الكنفضة من ذي تبغى تشتري. قالت لي واحدة خرجت واحدة رويتها حذر لي. قالت لي واحدة من هناك كتي قلت لا 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 ما باكلتش وانا سلحة ونفتجعت لا حد تسرق ولا من بقول سرقت مرة الحشيخ مرة العم يذبحوني لا 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 بس كلهن بيتوسوسين علي ابوي زي وذبها يهودية واحدة واحدة هذا اليهودية ما شو يعني بكيت بكاخذ يعني هيتي بينا كل دبر مكتنوت كل شيء لا شيء فرح عندنا بال بال بالعير حقتنا بال كلهم بيطلعوا ورحنا بالسير بتشافى عليهم يوم بيغنين كانين يغنين على على على, على اليهودي يوم بيصير سر كانين قالوا ويهودية بلا فلسطين لا مع ابوه دنيا ولا دين.